المرآة. تمام. طيب ده كل الموضوع. بعد كده هناخد حاجة سهلة جدا وهي استخدامات المرآة المقعرة. بقى عمالة اخد المرآة المقعرة وهي بتجمع وبتكبر وبتصغر والكلام ده كله. بس عايزة اقول لكم ان انا في كل حالاتها كانت معظمها بتكبر، يعني معظم حالات المرآة المقعرة ان هي بتجمع الضوء وبتكبر، بتكبر الصورة يعني، بتكبر الصورة. فلو انا بقى بقول ان الصورة بتكبر، يبقى محتاجاها في ايه؟ محتاجاها في المصابيح الأمامية للسيارات عشان تعكس لي الضوء. يعني أنا لما بحط في السيارة كده المصابيح الأمامية اللي هي محطوطة في الحتة دي كده، مش أي مصابيح، المصابيح اللي موجودة في الكورنر دول، الكورنر هنا والكورنر هنا بيبقى موجود فيها مصابيح، بحط فيها مرآة مقعرة. ليه؟ عشان الضوء اللي هو طالع من المصابيح دي يتجمع في نقطة ويبقى عالي قوي. محتاجين الضوء بتاع العربية يبقى عالي جدا، عشان يبقى عالي ويجمعه ويتجمع ويعكس لي الضوء كويس جدا، محتاجة أنا مرآة مقعرة. طيب كمان بحتاج المرآة المقعرة في إيه؟ في صناعة التلسكوبات، إن أنا التلسكوب اللي بيرصد الحاجة في الفضاء ده، يعني في حاجة اسمها تلسكوب بصدره كده في ناحية الفضاء، بيرصد لي الجو في الفضاء، أو بيجيب لي الأشياء البعيدة دي ويجيبها لي، يقربها لي، يكبرها لي. طيب أو إحنا بقى محتاجين نصغرها بقى علشان تجيلنا يعني بصورة مصغرة ونقدر نشوفها. كمان بستخدمها في كشف الأسنان. يبقى ثواني بقى خلينا نركز. يبقى أنا بستخدم المرآة المقعرة في إيه؟ في إن بستخدمها في المصابيح الأمامية في السيارة، كمان بستخدمها في صناعة التلسكوبات، بستخدمها في كشف الأسنان. دايما بنلاقي دكتور الأسنان ماسك كده حاجة شبه المراية كده يحطها جوه بقنا. المراية دي بستخدمها الطبيب لتكوين صورة مكبرة لمين؟ للسنة بتاعتي. وبيعتمد ساعتها على الحالة رقم 6، إن أنا بكبر الصورة. إيه الحالة رقم 6؟ فاكرين إن إحنا لما كنا حطينا الجسم بين البقرة والقطب المرآة كان بتديني صورة معدولة ومكبرة. شباب لما كنت حاطة معايا ولا سرحانين في اللي تمام انتوا عملتوه؟ طب ركزوا معايا، كان عندي الحالة اللي هي رقم 6 اللي هو كان بيقول لي ان انا هنا عندي البقرة اهي، عايزاها حتة فاضية، وعندي هنا المركز، كنت حاطة الجسم هنا ما بين القطب والبقرة. ساعتها كونت لي صورة تقديرية ورا المراية، بس كانت مكبرة ومعدولة. دي الحالة الوحيدة اللي كانت بتبقى معدولة فيها، الصورة تبقى معدولة ومكبرة. تمام. ده الموضوع اللي بيستخدمه كشف السنان. الدكتور بيستخدم المراية دي اللي هي مقعرة، اللي بحط فيها السنة في المسافة ما بين القطب والبقرة، وساعتها بيطلع لي صورة مكبرة ومعدولة. كمان بستخدمها أثناء الاعتناء بالوجه، يعني المراية بتاعتي بقى اللي هي في البيت دي، بتكون المراية المقعرة اللي بستخدمها فيها أنواع كده من المرايات، بتكون غالية شوية، بحسها مقعرة كده، بحسها ان هي يعني داخلة لجوه شوية. ودي بستخدمها عشان الاعتناء بالوجه، يعني ان هي بتديني صورة مكبرة وفي نفس، يعني مش نفس صورتي بقى. احنا عارفين المراية العادية اللي بقف قدامها بتديني نفس المراية، يعني المراية المستوية بتديني نفس شكلي ونفس طولي ونفس كل حاجة، يعني الجسم الصورة تبقى نفس المستوى أو نفس المقاس. لكن أنا عندي المراية المقعرة بستخدمها علشان أكبر بيها الحاجة، فهستخدمها اللي هي عشان الاعتناء بإيه؟ بالوجه أثناء الحلاقة يعني. طيب إيه كمان بستخدمها؟ في الأفران الشمسية. إحنا قلنا إزاي؟ جبنا صورة، جبنا فيديو ساعة لما كنا بنتكلم ان انا عندي مرآة مقعرة بجمع فيها ضوء الشمس وممكن اطبخ عليها عادي، يعني هحط الحلة بتاعتي في البقرة بالظبط علشان اقدر يجمع الضوء واقدر اطبخ بيها. دي كانت الاستخدامات الموجودة بالمرآة المقعرة. هنكمل الاستخدامات اللي هي طبعا كشاف الجيب.
كشاف الجيب بستخدم فيها المرآة المقعرة، يعني بحط فيها كده مرآة مقعرة علشان أقدر أعكس الضوء. كمان بنستخدم المرآة المقعرة في المطار، يعني هتلاقي في المطار كده حاطين في الأرض مرايات كده، المرايات دي بتكون مقعرة ليه؟ علشان يعني الكشافات الموجودة في الأرض اللي هي بتنور أصلا فيها مرآة مقعرة، عشان بمرور هبوط الطائرات بالطيارة لإرشادات الطيارة. يعني هو جاي يقول لي إن أنا حاطة مصابيح في الأرض، وحاطة في المصابيح دي مرآة مقعرة ليه؟ عشان تعكس لي الضوء بتاع اللي أنا حاطاه دوت، وتدي لي الطيارة عشان تقول لها خلي بالك المطار هنا أهو، يلا اتفضلي انزلي، على إرشاد الطيارة إن ده مكان المطار يعني. طيب ايه كمان بستخدم المرآة المقعرة في ايه؟ في الفنارات البحرية التي توجد في المواني، يعني في الفنار اللي هو شكله قدامنا في الصورة ده، ده بيطلع ضوء طبعا، والضوء دوت بحط له مرآة مقعرة عشان يعكس لي الضوء تمام، ويجمعه لي كمان في نقطة واحدة عشان يطلعه بالشكل اللي قدامنا في الصورة ده، علشان يقدر يرشد السفن ويقول لها ان مكانها، يعني يقول لها على مكان السفن. يعني السفن في البحر طبعا في الدنيا ضلمة، فممكن تتوه في الطريق، الفنار ده وظيفته ان هو يرشدها للمكان الصح. طيب ده كده المرآة المقعرة، وان المرآة المقعرة ليها حالات 6 ورسمناهم كلهم وعرفنا بيترسموا ازاي وايه نتيجة الصورة بتاعتهم. عندي بعد كده المرآة المحدبة، هل ليها نفس الحالات؟ لا. هل رسمتها علينا؟ لا، برضه الرسمة بتاعتنا للإيضاح فقط، مش علينا رسم غير المرآة المقعرة بس. المرآة المحدبة الصورة بتاعتها اللي بتتكون بتكون أولا مكبرة، وبتكون تقديرية سوري بتكون مصغرة وبتكون تقديرية ومعتدلة. طب ليه أنا قلت الصورة بتكون تقديرية؟ عشان لو حطيت الجسم قدامها، ما هي دي الصورة المرآة المقعرة، زي ما احنا عارفين ان البؤرة بتاعت المرآة المحدبة بتكون وراها مش قدامها. ركزوا معايا دلوقتي، احنا مش دي الدايرة بتاعتنا اللي احنا كنا بنقول عليها ان هناخد جزء منها وتبقى دي المرآة بتاعتنا. فلو دلوقتي انا خدت الجزء ده منها اللون الاورنج ده، وقلت ان دي المرآة المقعرة، فانا هعمل ايه فيها عشان تبقى مرآة مقعرة؟ هظلل الجزء الخارجي، لان المرآة المقعرة هي جزء من دايرة سطحها العاكس الداخلي، السطح العاكس بتاعها هو السطح الداخلي. دي مين؟ المرآة المقعرة ولا المحدبة؟ محدد سطحها الداخلي هو العاكس، يبقى المحدبة يا عبد الله. يعني كل ما خدنا الله المقعرة، يبقى أنا عندي المرآة اللي سطحها الداخلي هو العاكس هي المرآة المقعرة اللي احنا عمالين نتكلم فيها بقالنا 70 سنة دي. لكن لو اتكلمنا بقى عن المرآة المحدبة، هناخد الجزء الثاني من الكورة دي، مثلا خليه باللون البينك ده. طيب أهو لو أنا عملت لكم دي كده الناحية التانية، الجزء التاني من الدايرة بتاعة المرآة، هي بقى هنا عندي محدبة، يبقى أنا كده أظلل الجزء الداخلي، فتبقى المرآة المحدبة هو سطحها العاكس الخارجي، يبقى السطح العاكس اللي معلهوش تظليل ده هو السطح العاكس بتاعي. فأنا كده عندي دي مرآة محدبة. المرآة المحدبة يا شباب طبعا دي المركز بتاع الدايرة كده. مين يقول لي المركز والبؤرة بتوع المرآة المحدبة وراها ولا قدامها؟ وراها ايه اهو، وراها ايوه وراها يا جماعة. يعني دلوقتي لو ده السطح العاكس، انا مثلا انا لو اقول لكم السطح العاكس باللون الاصفر ده السطح العاكس اهو، ده بتاع المرآة المحدبة، وده السطح العاكس بتاع المرآة المقعرة. فكنا بنتكلم على المرآة المقعرة إن المركز والبؤرة قدامها زي ما رسمناه، لكن المرآة المحدبة يا شباب بيبقى المركز والبؤرة وراها.
مركزها وبؤرتها وراها. فلما نيجي نحط احنا جسم قدامها، الجسم قدامها طبعا هنمشي هنطلع منه شعاعين، وشعاعين هيتقابلوا، بس هيتقابلوا امتدادات للأشعة بس. قولي يا جنات. يعني مثل لما تبقى يعني لما تبقى كده اللي هي المرآة المحدبة دي بتبقى خلف مرآة، لو كده اللي هي مكعرة كده أعمل إيه صح؟ لا ارسميهم تاني وقولي، عشان ما كنتش واخده بالي ان انت بترسمي. لو هي اسمه ايه ده، لو هي كده اللي هي محدبة تبقى خلف المرآة، ولو كده تبقى اللي هي أمام المرآة بالظبط صح؟ كده، برافو. بالظبط، بس لازم اخد كده، اخد بالي كده او كده ان السطح العاكس موجود فين بالظبط. تمام. طيب يبقى انا عندي المحدبه، المرآه المحدبه بيكون البؤره بتاعتها ومركزها خلف المرآه. فلما نيجي نحط الجسم بتاعي قدام المرايه، عايز اوقف قدام المرايه، هيتكون صورتي فين؟ هتتكون صورتي ورا المرايه، وهتكون صورتي مصغره وفي نفس الوقت هتكون تقديرية. ليه تقديرية يا شباب؟ دي صورة تقديرية عشان انا بس. عشان ايه؟ يمشي ايوه قلت ايه، سمعت كلمة صح وبعدين سمعتها غلط، مش عارفة اقول كده عشان ايه. عشان الجسم ورا، عشان الجسم ورا ايوه المرأة صح، عشان الصورة. الصورة اعدل بقى، عشان الصورة هي اللي ورا، الصورة هي اللي اتكونت ورا. وأول ما الصورة ما تتكون ورا المرآة أو خلف المرآة، ساعتها بقول عن الصورة إن هي تقديرية. طيب هي بتكون تقديرية ومعتدلة يا ومصغرة. تقديرية عشان خلف المرآة صح؟ التقديرية عشان خلف المرآة زي ما احنا قلنا إن هي موضع الصورة بتكون خلف المرآة، وبتكون ساعتها تقديرية ومعتدلة ومصغرة. يبقى الصورة المطلوب مننا هنا في المرآة المحدبة نعرف إن الصورة بتتكون فين، اللي هي خلف المرآة، ونعرف خواص الصورة اللي هي تقديرية ومعتدلة ومصغرة. ده المطلوب مننا، مش مطلوب مننا أي رسم في أي حاجة في المرآة المحدبة. مطلوب مننا كمان نعرف إيه في المرآة المحدبة، نعرف خواصها، خواص المرآة المحدبة. إن بيقول لي أو سوري استخداماتها، استخدامات المرآة المحدبة. أول حاجة بستخدمها المراية اللي هي موجودة عندي بتاعت اليمين وشمال بتاعت السيارة دول، المرآة دي، المرآة الموجودة على يمين وشمال ويسار السائق في السيارة. ليه موجودة فيها مرآة محدبة؟ لكشف الطريق خلفه حيث تعمل على تصغير الصورة. ما لازم نعرف إن المرآة المحدبة بتصغر الصورة، المرآة المحدبة بتصغر الصورة. تاني، المرآة المحدبة بتصغر الصورة. انا بقى عايزه اشوف الطريق كله اللي ورايا، والطريق كله اللي ورايا كبير قوي، فعايزه اصغره عشان كله يجيلي في المرايه. يبقى استخدم مين؟ استخدم المرآه المحدبه لكشف الطريق خلفه، حيث تعمل على تكوين صوره معتدله مصغره للطريق. الصوره بتبقى معدوله مش مقلوبه، وفي نفس الوقت بتكون مصغره. طيب ليه بحط في الزوايا، زوايا الطريق الضيقه، بحط مرآة محدبة كده زي ما احنا شايفين؟ ليه؟ لمتابعة حركة السيارات أثناء مرورها، وفيها في هذه الطرق لتجنب الحوادث. طبعا المرآة دي مش بتتحط عندنا في مصر، أكيد أنتوا عارفين المرآة دي اللي تتحط عندنا في مصر هتتسرق على طول. فطبعا بنحطها فين؟ بتتحط في الأماكن يعني البلاد الراقية. يبقى أنا عندي المرآة المحدبة. لو لما نيجي نحطها في زوايا الطرق الضيقة بتعمل لي ايه في الطريق؟ بتجمع لي الطريق وتحطه في حتة كده وتقول لي الطريق فيه ايه بالظبط، عشان لو في عربية جاية من ورايا ابقى شايفاها، عربية جاية من بعيد عليا اوسع لها، وهكذا. طيب بستخدمها تاني في ايه كمان؟ المرآة المحدبة بتوضع في اماكن انتظار السيارات، الجراشات يعني. ليه؟ عشان الراجل اللي هو قاعد في الجراج دوت يقدر يشوف العربيات كلها اللي موجودة قدامه. ده أولا. ثانيا عشان كمان أشوف الأماكن الفاضية للتمكن من الاصطفاف، يعني وأنا رايحة أركن عربيتي كده في الجراج أبص في المراية دي، أشوف الجراج كله في المراية، أشوف الأماكن الفاضية فين، وبعدين أروح لها عشان أركن.
كمان موجودة في أرصفة السكك الحديدية والمترو. موجودة في المترو ليه؟ عشان السائق بيتمكن من فتح وغلق الأبواب دون إصابة الركاب. يعني إيه؟ يعني هو ما هو الراجل اللي هو بيسوق المترو ده موجود في الأول خالص، في أول عربية في المترو، هو هيشوف إزاي بقى الناس اللي داخلة واللي خارجة عشان يفتح ويقفل الباب؟ هيشوفهم عن طريق المرآة دي اللي هي بتجمع له الدنيا كلها ورا عاملة إزاي. طيب ايه كمان بستخدمها في مراكز التسوق التي تحتاج الى معدلات امان عاليه، يعني اكنها كده بالظبط كاميرا مراقبه. المراآة دي لما تتحط كده في زاويه معينه بتجيب لي كل الايه السوبر ماركت ده عشان اقدر اشوف الدنيا كلها موجوده فيه. هو بيقول لي ماذا يحدث عندما وضعت مراآة مستوية على يمين ويسار السائق بدلا من المراآة المحدبة. حد يقول لي هو المرآة المستوية ايه هي خواصها؟ يعني خواصها اللي هي ما ينفعش تتحط على يمين ويسار السائق اصلا، يعني ايه المشكلة فيها؟ ما ينفعش احطها ليه؟ يا شباب انتوا نمتوا؟ عشان مساوية للجسم في الحجم. طيب هي مساوية للجسم في الحجم، فكده ولا كده هيجيب لي الحجم اللي هو الأصلي، فمش هيجيب لي الطريق كله، ده أولا. تمام. ثانيا بقى، إن المراية المستوية فيها مشكلة بقى. وإن بعد الجسم عن سطح المراية بيساوي بعد الصورة الأصلية، وهي المفروض تكون مصغرة عشان تجيب الطريق كله. ايوه، ما انت قلتي ان هو بيبقى الصوره المستويه او المرايه المستويه بتجيب لي صوره مساويه للجسم، فانا مش محتاجه صوره مساويه، انا محتاجه صوره مصغره عشان تجيب لي الطريق كله اللي حواليا. وكمان المرايه المستويه بتجيب لي صوره معكوسه يا شباب، يعني شمالها يمينها ويمينها شمالها، فلما تجي لي صوره معكوسه انا مش عارفه العربيه دي جايه لي منين اصلا، من اليمين ولا الشمال، فمش هينفع. يبقى عشان كده ليه بحط مرايه محدبه على يمين ويسار السيارة؟ علشان تجيب لي أولا صورة مصغرة، كمان تجيب لي صورة معدولة معتدلة مش معكوسة. طيب ده كل اللي موجود في المرآة يا شباب. هنا بيقول بيقارن بين الصورة الحقيقية والتقديرية. احنا قلنا الصورة الحقيقية بستقبلها على حائل، وكمان نتيجة تلاقي الأشعة المنعكسة، وكمان بتكون دايما مقلوبة. الصورة الحقيقية دايما مقلوبة وبتكون تتكون في حالة استخدام المرآة المقعرة فقط، وبتكون مصغرة أو مكبرة أو مساوية للجسم، وبتكون أمام السطح العاكس، يعني الصورة بتتكون قدام السطح العاكس. لكن لو كانت تقديرية ما ينفعش استقبلها على حائل، وكمان بتكون ورا المرآة، وبتكون موجودة نتيجة تلاقي بقى، مش الأشعة، نتيجة تلاقي امتدادات الأشعة، ان الاشعه بقى مدها كده وتلاقي الامتدادات دي انا بحطهم في نقطه، وساعتها بيكون لي الصوره، ودايما بتكون معتدله، وبتكون بستخدمها في المرآه المستويه والمرآه المقعره وكمان المرآه المحدبه. في حاجه مش مفهومه يا شباب؟ لا طب المسطره اللي بقول لكم عليها هي قدامكم اهي، شايفينها؟ هي دي اللي عندكم صح؟ هي دي لما انا عايزه مثلا ارسم مرآة مقعره برسمها من الجزء ده كده، اروح رسمه كده من اجي عندها هترسم لي المرآة المقعره بالظبط. لما اجي اخد كت العدسه عندك ايه قول هي كت عندك هي ايه يا اسلام تقولي ولا هي كانت عندنا؟ ايوه هي بالظبط كانت عندكم؟ كانت كانت راحت هي فين ضاعت؟ الله اعلم. طيب هي كانت هتسهل عليكم كتير كمان في العدسه، يعني كنتوا هتحطوها كده ترسموا عدسه بمنتهى السهوله، عشان انا عندي العدسه المحدبه اللي هاخدها برضو وارسم عليها في الدرس الجاي ان شاء الله. طيب المطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا نذاكر كويس جدا. اقول لكم الواجب من دلوقتي بقى عشان ما تقوليش مثل الواجب ايه وتتحججوا ان انا اتاخرنا عشان ما بعتلكوش الواجب والكلام اللي اعتبرنا عشان احنا بننسى، بجد بننسى، اعتبرنا احسن. ماشي تمام، هبعتهولكوا احسن. طب يلا بينا ده كده نحل مع اصلا بعض. لما بتبعتنا بعمل له بان علشان منساش. اوكي ماشي يا جماعه.
طب يلا بينا كده نحل مع بعض شوية، أنا عايزة أحل مع معاكم في ال ثواني، افتحوا لي يا شباب كده صفحة. مية تلاتة وأربعين، هو احنا كنا خدناها واجب قبل كده؟ مش كلها صح؟ صفحة كام؟ 143؟ أيوه لا طب يلا بينا ابدأي يا جنات كده، ما انت اتكلمتي. هو حد خرج؟ عبد الله ما شاء الله عليه، أول ما لقى حل وإن هو هيتزنق يلا بينا. يلا يا جنات، التصقت شعاع ضوئي كما بالشكل المقابل فإنه لا ينعكس. خواص الصورة المتكونة من المرآة المقعرة من أول هنا. مش أنا بقول رقم صح ليه ده؟ 14. بتقولي ايه يا جنات؟ إيه إذا وضع الجسم صح؟ إذا وضع جسم على بعد 70 سنتيمتر. إذا وضع الجسم على بعد 70 سنتيمتر من مرآة مقعرة بوضعها البؤري 40، تتكون له صورة على بعد. نعرف ازاي؟ أول دلوقتي انا حاجة عندي أحس رسمة مرآة الأرض، مقعرة، ايه كل حاجة ارسمها بقى، انا ارسم لنفسي، ارسم لنفسي مرآة مقعرة واعمله اهو بقرة، اعمل لنفسي بقرة اهو واعمل لنفسي مركز. هو بيقول لي وضع جسم على بعد 70 سنتيمتر من المرآة المقعرة بعدها البؤري 40، يبقى انا هحط هنا 40 سنتي صح؟ صح؟ طيب تتكون له صورة على بعد كام؟ فأنا الجسم حطيته في 70، يعني أبعد عن سبعين. هنا، يعني هو اتحط هنا بالظبط صح؟ الصورة هتتكون فين بقى؟ هتبقى أكبر من 80 تمام، عشان الصورة تقريبا. هتتكون هنا بالظبط صح؟ تتكون على بعد أكبر من المركز، وأنا عندي اللي هو من أول المركز لحد القطب ب 80، فهو الصورة هتتكون بعد 80، يبقى على بعد أكبر من 80 صح كده؟ يلا كده يا هنا السؤال اللي بعده. إذا وضعت هنا شمعة أضيء على بعد 25 سنتيمتر أمام مرآة مقعرة وتكونت لها صورة معتدلة، فإن البعد البؤري للمرآة طيب إذا وضعت شمعة مضيئة على بعد 25 سنتيمتر أمام المرآة المقعرة وتكونت لها صورة معتدلة، الصورة المعتدلة بتتكون إمتى؟ أما تكون ورا ال المرآة المقعرة الحالة الوحيدة اللي بتبقى معتدلة هي لما تكون إيه؟ لما تكون موجودة على فين الجسم موجود فين؟ بين مين ومين؟ لما يكون الجسم ورا ال ورا المرآة. الجسم اللي ورا المرآة؟ الجسم بيتحط كده ولا كده قدام المراية؟ الصورة الصورة تبقى ورا المرآة. طب ماشي، أنا هو عايز يسألني على البعد البؤري بقى للمرآة، بيكون أقل من 25، وأنا هو حطيناها على بعد 25، يعني حطيناها فين أهو. يلا بينا نقول ده كده البقرة، نرسم لنفسنا في كل حاجة، ودي كده المركز. هو بيقول لي إن أنا عندي الصورة اللي اتكونت بتكون معتدلة، معنى كده إن أنا حطيت الجسم فين؟ ما بين البقرة والقطب هنا بالظبط. طيب هنا كده بيقول لي إن أنا حطيته على بعد 25، يعني كده 25. البعد البقري هيا ترى بيساوي 25 ولا أقل ولا أكبر؟ سوي. انا حطيت الصورة قدام الجسم قدام المرآة على بعد 25، وقلنا ان حطيته ما بين البقرة والقطب.
يا حبيبتي البقرة، يعني ايه البعد البقري اللي هو على بعضه، اللي هو من اول قاف لحد ب، وانا حطيته في النص، في النص ده كان 25، يبقى البعد البقري قد ايه من 25؟ هي هنا أكبر حد يعرف يا شباب ايه أكبر من اكبر؟ يا هنا، ايوه طبعا عارفه. هيبقى كام؟ هيبقى 50. ليه؟ لان انا اصلا لما باجي احط الجسم ما بين البقره والقطب بحطه في النص بالظبط، تمام، في النص ما بين البقره والقطب، فبيديني صوره معتدله مكبره. طيب رقم 2، يلا يا اسلام. صورة الشعر تتكون نقط المرآة خلف. بالظبط، لان هي صوره تقديريه اساسا، وبتديني، هي دي الوحيده اللي بتبقى صوره معتدله مكبره. طيب يلا بينا يا عبد الله، قول لي حجم الصوره اللي بتتكون دلوقتي لما في الرسمه اللي انا رسمها دي. الصوره بتتكون ورا المرايه وبتكون تقديريه زي ما احنا قلنا، وبتبقى موجوده على البعد البؤري بتاعها، بيكون 50 او اكبر من 25. الصوره بقى متكونه بتكون حجمها قد ايه بقى؟ عبد الله، يا عبد الله، عبد الله اصلا مش مجمع، ماشي، المايك مش مجمع. طيب قولي لي كده يا جنات بسرعة، سؤال رقم كام؟ 4 16 قصدي. سؤال رقم 15 رقم 3 فيه. طيب حجم الصورة المتكونة يكون أكبر من حجم الأشياء، حجم الشمس. بالظبط، لان هي بتبقى صوره مكبره. بصوا يا شباب، لما كانت معموله كده كنت بحط الصوره هنا كده، كانت بتبقى عامله كده مكبره ومعتدله، وبتكون نتيجه تلاقي الايه، امتدادات الاشعه ورا كده المراه، كنت بحطها بالطريقه دي، كانت بتبقى صوره مكبره، اللي هي الصوره اللي هي رقم 6، اللي هي الحاله رقم 6، بتكون صوره مكبره ومعتدله، وبتكون تقديريه علشان خلف المراه. اتفضلوا عشان عندكم حصه، هبعت لكم الواجب ونعمله بعد اذنكم. واللي ما بعتش الرسمة يبعتها لو سمحتوا.